موجز أخبار الساعة من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني على توصيات لتسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع بأن يكون التفتيش في السيطرات الرئيسية على الحدود الإدارية للمحافظات فقط. جدد المصرف العراقي للتجارة التزامه بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي الإقليم، والذي ينص على توطين الرواتب لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم. قال الأمين العام لمجلس الوزراء حمد الغزية أن إعداد وتأهيل القادة ينسجم مع البرنامج الحكومي الذي وضع معهد إعداد القادة ضمن أولوياته من أجل تطوير المهارات والقدرات للكوادر المتقدمة. أكد وزير الموارد المائية عون ذياب أن الخطط الزراعية للموسم الحالي ستكون أفضل من المواسم السابقة بسبب تحسن الإيرادات، مشيرا إلى أن توجهات الحكومة الحالية هي دعم القطاع الزراعي. انتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ضوابط البنك المركزي بمنح الرخص للمصارف الأجنبية والعربية للعمل بالقطاع المصرفي العراقي، فيما أكد أن استمرار منح الدولار بأسعار منخفضة إلى هذه المصارف بمثابة هدر حصة البلد من الدولار وإضعاف المصارف العراقية. قررت مديرية المرور فرض غرامة مالية قدرها 50,000 دينار لكل من يملك مركبة خصوصي ويعمل بصفة الأجرة بالتنسيق مع الشركة العامة للنقل الخاص. أخيرا، أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب عبد القدو أن بعض حالات بيع الأطفال تتم من خلال والدي الطفل بسبب تبعات الإدمان ومشاكل اجتماعية أخرى، مشيرا إلى أن الفقر يبقى المشكلة الأساسية لأن العصابات الإجرامية تستغلها لتنفيذ مآربها. الموجز انتهى، في أمان الله.